صباح الخير، واليوم 15 تموز 2021 وتوقعاتنا الفلكية مثل العادة بدايتها مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم تستعد للبدء بأجواء مهنية جديدة رح تسمح لك بتجاوز كل الصعوبات السابقة، ومن المحتمل تنقلك من مرحلة الجمود والفراغ إلى مرحلة الاستقرار المالي والمهني سوا. عاطفيا، الحل الوحيد يلي بين إيديك حاليا أنك تعطي مساحة أكبر من اهتمامك للشريك بهدف تعميق علاقتك معه بشكل الودي أكثر وتنتظر النتيجة. مولود برج الثور، رح تستعيد حيويتك ونشاطك المهني من خلال مشروع إضافي من المحتمل تخصص له ميزانية معينة لإنجاحه بالشكل اللازم. عاطفيا، عم تعيش حالة من الشك المرتبط بأقوال وأفعال الشريك بدون ما تفلت الأمور عن سيطرتك. مولود برج الجوزاء، رح تتجنب إضاعة الوقت للتعويض عن الشعور بالخسارة أو الفراغ المهني اللي عم بيرافقك بسبب التحولات السلبية يلي عم يشهدها وضعك المهني. عاطفياً، وضعك العاطفي عم بياخدك باتجاه نمط عاطفي جديد رح يعكس بإيجابياته على مصير علاقتك مع الشريك. مولود برج السرطان، عم بتركز بشكل واضح على استقرار وضعك المهني ورح تتمكن قريباً من التعويض عن النقص الموجود بأعمال مستقلة. عاطفياً، من الضروري تلتزم بكلامك ووعوداتك مع الشريك لتحافظ على صورتك الحلوة قدامه مهما كان حجم الضغوط يلي عم يمنعك من تنفيذ وعدك له. مولود الأسد، عم تتحمس لأفكار مالية محدودة ومن الأفضل إلك تتركها وراك وعدم الالتفات إلها بسبب عدم جدية الطرف المقابل بالأمر، ونصيحتنا إلك تعتمد الحلول الواقعية. عاطفيا، محاولاتك للتقرب من الشريك بطريقة خالية من المشاعر من المحتمل تعقد الأمور بينك وبينه بشكل أكبر حتى لو كانت النوايا صادقة. مولود العذراء، المطلوب منك استكمال الأعمال أو المسؤوليات الغير منتهية أو اللي ما اكتملت أو اللي ما كملتها للآخر، وما تشغل بالك بنشاط مهني جديد. عاطفيا، الحوار العميق أفضل طريقة لتوصلك لأساس الخلاف يلي بينك وبين الشريك وبتعتبره هو الحل الوحيد لاستعادة علاقتك معه. مولود الميزان، إثبات وجودك بعمل إضافي عم ينقصه الخطوة الأولى والسيولة المالية لتنفيذه على أرض الواقع قبل ما ياخدك تفكيرك باتجاه نتائجه ومردوده السريع. عاطفيا، ما تفتح مواضيع خلافية انتهت من أشهر وركز على إصلاح الأسباب اللي ممكن أن تعرضك لأي مشكلة أو خلاف محتمل بينك وبين الشريك. مولود العقرب، وضعك المهني مرشح للتقدم بسرعة باتجاه خطوات تمهيدية بإمكانك الاستفادة منها وتحويلها إلى واقع مرتبط بترقية أو بترتيبات جديدة. عاطفيا، رح تبدأ من جديد بالدفاع عن مواقفك وقناعاتك اللي كان رفضها الشريك تلقائيا، وكأنك أمام معركة جديدة مش سهلة أبدا. مولود القوس، استعدادك واضح للارتباط بعمل جديد أو وظيفة قريبة من اختصاصك بالإضافة لضغط مالي عم بيشوش تفكيرك بشكل مستمر. عاطفيا، أحيانا عم بيسيطر عليك رغبة بإنهاء العلاقة مع الشريك بدون أي أذى بالرغم من محاولاتك الجدية لوضع الحلول البديلة استقرارك معه. مولود الجدي، رح تستخدم العلاج الصامت بحلحلة مشاكلك المهنية، بالإضافة إلى أنك رح تنجح بتأجيل بعض الخطوات يلي عم تتطلب منك الموافقة السريعة قبل التفكير والتحليل فيها بشكل دقيق. عاطفيا، علاقتك مع الشريك بتحتاج لتقييم المشاعر فيها بشكل سليم وترك كل الخلافات والمشاكل ورا ظهرك مهما كان حجمها. مولود الدلو، وضعك المهني بيتطلب منك الاهتمام بالمسؤوليات المطلوبة منك والتركيز على الاستفادة من علاقاتك الكبيرة لتوسيع نشاطك المهني الغير محدود. عاطفيا، الاهتمام بمشاعر الشريك وتخصيص الوقت الكافي له رح يكون تأثيره كتير مهم على الطرفين. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، رح تعتمد على تنشيط تواصلك مع محيط عمل سابق بهدف ترتيب وضعك المهني معه كخط رجعة محتملة عند الحاجة الضرورية لإله مش أكتر. عاطفيا، عم بتعيش إهمال واضح من طرف الشريك ليخلو من الفتور العاطفي والنقص بالمشاعر وتبدو غير قادر على الفراق أو الانفصال عنه. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. بشوفكم بكرة، ضلكم بألف خير. باي باي.